يلا مرحبا بكم ناسنا وحبابنا اللي نحبوكم ونموت عليكم. صباح الخير عليكم، مرحبا في هذا العدد الجديد من برنامجكم. طبعا سميرة مورنينغ اللي يجيكم مع المباشر. صباح الخير إلهام. صباح الخير رياض، وصباح الخير لكم توما كامل اللي راكم تشوفوا برنامج سميرة مورنينغ وأوفياء قناة سميرة تي في، البرنامج اللي دائما يجيب لكم حاجة جديدة، يجيب لكم دي زاستيوس دي زيدي وحتى مواضيع اللي يهمكم ويهمونا مع دي سبيسياليست. أهم حاجة لازم تتصلوا بنا عبر الرقم الهاتف اللي راه ظاهر أسفل الشاشة 0 23 80 39 46، وانتم تان لازم تغنوط تقدروا تتفاعلوا معنا عبر منصاتنا على السوشيال ميديا اللي راهي ظاهرة أسفل الشاشة واللي هي سميرة بلس على الانستغرام، سميرة تي في على اليوتيوب، على كامل المنصات. قاعد نقول بلي كامل المنصات مش ما تتلفليش. أي على كل المنصات وتويتر كاين. لا لا كيفاش تما ديري لهم هذيك تاع ما عاد تويتر. فوالا ما عاد تويتر. فوالا رياض، اليوم نبداوها بالك، نبداو البرنامج تاعنا باليوم العالمي لالتهاب الكبد. اكيد طبعا اليوم العالم كله يحيي هذا اليوم لما لديه من اهميه ولما له من اهميه، خلينا نقولوا، لانه صار هذا المرض ولينا نعرفوه بانه منتشر بكثره لدى شعوب يعني في كل دول العالم. دونك راح نسلطوا احنا الضوء شويه عليه في هو معروف يعني بليباتيت. خلينا نقولوا لا بلوبار يعرفوا اكزاكتومون فيه انواع ايتو راح نفصلهم اكثر واكثر مع بعض راح نتعرفوا عليهم. وسيختو رياض بالك ناخذوا الموضوع من جانب التوعيه بالك الاسباب الوقايه ايتو دونك حاجه اللي تهمكم نتوما وتهمنا احنا ثاني اكيد. وطبعا هذا اليوم يعتبر فرصه لتعزيز الجهود الوطنيه والدوليه المبذوله لمكافحه التهاب الكبد. نروح الموضوع آخر. طبعا الجزائر اليوم تحيي اليوم الوطني للطالب الموافق ل 19 ماي من كل سنة. اليوم لي زيتيديون كاع راهم فرحانين. زعما صح ما شكيتش مساكن. راهم بستريس باسكو لي زيكزامان. باسكو لي زيكزامان فوالا. ميريا تاني كاين حاجة اللي نشوفوها بالك بزاف في الجامعات الجزائرية، كي يكون هكذا تظاهرات كسوا يوم الطالب ولا أيام أخرى وطنية ولا حتى تكون أيام عالمية، يديروا دي كونفيرونس في لي فاك، يديروا يجيبوا مختصين دونك يكون نقاش على هذا الموضوع ويتعرفوا عليه أكثر. طبعا وهي مناسبة لاستذكار مكاسب الجامعة الجزائرية وإسهامها أهمتها في عملية التشييد بعد الاستقلال والتوقف عند الإصلاحات التي تشهدها يعني الجامعة الجزائرية مؤخرا. ولينا نشوفوا أنه كان تخصصات جديدة بدأت تدخل للجامعة الجزائرية على غرار دراسة في الذكاء الاصطناعي. هذه حاجة جديدة ومليحة وناني حاب نروح ندخل نقرأ في الذكاء الاصطناعي. سيدي عبد الله ياك والله ما على بالي وين اكزاكتومون. سيدي عبد الله وي القطب الجامعي تاع سيدي عبد الله تما قدامي غير قدامك ماهيش تما ما بلاش اللي يقراو فيها. اي جو بونس كو شفتها ديغنييغمون في كالكو فيديو في انستغرام. هو تكنولوجي تما لوجيكمون هو هاي قريبه عليك. ما لا روح ضرب دوره روح ضرب دوره. لا لا انا جاب لي ربي قريبه ليا الكوزينه دوكا وراح نروح لها بعد الفاصل. صباح الخير يا سلامة يا سلامة رحنا وجينا بس تعرفين هونيا اه باينه. صباح الخير وش صباح الخير يا وش راك مليح صافا العائلة لاباس عائلة الحمد لله الحمد لله يا ربي. وشنو كمية الليمون هذو اللي محضرين معنا؟ هذا كيك الوردة. كيك الوردة والقاطو تاع واش؟ لا لا هذا كيك تاع الوردة وعندنا رولي ملكي ملكي اه باللحم والفيونداشي ولاصوص تاعو يجي بشامبينيون. بصح المشكل سيكو انا مال كل من نجي هنا نبدا ندوق هنا دوك ما كاش او كلش ما كاش اللي ندوق يا مشاهدينا ما كاش واش والو ما سلمى ماكش ريجيم على ندير ريجيم نوصل 500 غرام ندير ريجيم علاش لا لا قلت لي راني ريجيم وراني حنبدا سبور زمان زمان زمان. يلا سلمى نبدا عندنا رولي ملكي الحم لحم مطحون صدر الدجاج مطحون فانيك نستحق البصل نستحق هذا الفرماج كريم موتارد لي زيبيس زنجبيل فلفل الكحل قرفه بيان سور الزيت وحبه عظمه للحم واللحم اللحم مطحون وصدر الدجاج نسحق بابي فيم خاطش نديرو في بابي فيم باش من بعد ترولي فوالا نرولي باش تحشيه نحشيه بالفرماج داكور ولا صوص تاعو شامبينيون وكي نروليه نديرو في القدره وكسكاسي فور ومن بعد نقليه تري بيان. يلا روحوا للحال وعندنا الكيك الورده تاعنا نستحقوا 3 حبات عظمات كيلا زيت كيلا سكر زوج مغارف كاكاو وحده لا ليفور و 3 كيلات فارينه
سيتو حاجه خفيفه ظريفه. ديكوراسيون يقعد اختياري. يقعد اختياري وما حبتش تعطيني تفاصيل زعما هكا باش نتقوى في تاع ديكور ولا واش حد ديكور. شوف راني حندير شيكولاتة تختيني بلون ولوزي فيلي حاجة توب. هاي الهضرة تسمى حاجة خفيفة. ايه حاجة خفيفة. بالموس والفرشيطة. فوالا حاجة بيان. معليش مليح. صباح الخير إلهام. صباح الخير. كيف صبحتي؟ هكي مليحة. هذا وشتيني. تفختوني لابسة أزرق. لهاني لهاني بالهضرة. ما نباليش علاش حسيت إلهام قفزت دوكا صح؟ أعطيك بصح مزية زعما ما كنتش فريمون أوت صافا كنت برك على بالي بلي ماش تهضر معايا. دارت لك فرط فجائي في التحية هذه. صافا إلهام. لا لا الحمد لله. العائلة كاملة. ريحتي شوية. الحمد لله. تباني عيانة اليوم. ايه شويه لاباس عليك. انا راهي مسؤوله في الدار. خلينا لك الراحه ان شاء الله. والله راهي مسؤوله في الدار وراهي تقوم بواجبات منزليه رائعه. خلونا نوجه تحيه برك للام تاع الهام ونقول لها بشفاء عليك ان شاء الله. ان شاء الله. ربي يشفيها. سي بوغ سا كي راهي عيانه شويه الهام راهي هي طيب وكاع دوك ما شفناش هي راهي تقول راني طيب. لا صح. باينه بلي هي اللي قالت جايه نجي انا الكوزينه. واش رايك؟ الخطره الجايه انا نجي للكوزينه. ايا داك جيت هضري ولا جيت طيبه؟ شويه 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 تجي تشوف واش ندير واش ندير باش تدي لي غوسيتك عارف دوكا كل يوم عندها غوسيت ديرها في الدار. قال لك شيدا من نهار دخلت تسابي لاتي في عندها كتاب قد هكا. ايه اوكي ديري لي غوسيت ولا سا ديبون سا ديبون من داك في حاجه تجدد ومن داك الغوسيكلاج. ايه انا اليوم حاجه خفيفه ظريفه وبالخف ديريها وسكفي ما فيهاش كاع حاجه كونكريت. خلاص مالا هاد لا غوسيت نسحقها. يلا دونك راح نعاودو نرجعو ليكم في الكوزينه في النص ساعه الثانيه ان شاء الله. مرحبا بك. نروحوا لفقره الصحه هي الصح بقاو معنا بعد الفاصل. يلا رياض في فقرة الصحة هي الصح. كما كنا حكينا في الديبيو اليوم العالمي لالتهاب الكبد راهو حاضر معنا الدكتور محمد حسن زين أخصائي الطب البديل. مرحبا بك. مرحبا بك أنا وسهلا. صباح الخير. مرحبا. الله يسلمك نورك. طيب احنا ما دامنا اليوم نحيي كلنا في العالم اليوم العالمي لالتهاب الكبد طبعا احكي لنا شويه على هذا النقطة وش كاين بزاف ناس بالك ما يعرفوش شنو هو التهاب الكبد. هلا طبعا هو الكبد هو كثير من الاعضاء المهمه جدا بجسم الانسان. هو مسؤول عن تصفيه السموم من جسم الانسان. هو الخط الاول للدفاع عن تصفيه السموم. طبعا الخط الثاني بيكون الكلى. فلما بيتعب الكبد بيعطي المهام للكلى. الكلى بتكون اضعف بكثير من الكبد. لذلك الانسان لازم دائما يحافظ عن على كيف يعمل اغذيه صحيحه لانه يحافظ على الكبد تبعه. طبعا التهاب الكبد بيجي نتيجه فيروسات او غالبا بيكون عامل فيروسي او هيك يعني. بس اي نوع من الفيروسات؟ هلا في كثير، في فيروس سي، في فيروس بي، في كثير يعني بيعملوا هدول التهاب الكبد الوبائي. طبعا لازم دائما الانسان مثل ما حكيتي دائما يحافظ على انه كيف يعمل ديتوكس وينظف الكبد تبعه. يعني اهم حاجه في هذا المرض نقولوا انه نوع الاكل. طبعا نوع الاكل والدهون، تراكم الدهون. يعني دائما لما بيكون انسان عنده دهون زايده وكرش هذا ما بيكون خرج لبرا الا يكون دخل داخل الاعضاء اساسا الموجود يعني. طيب أوكي. انا حاب نروح معك للطب البديل بحد ذاته. يعني هل يمكن صراحه وحقيقه انه نتكلوا عليه في علاج هكذا مرض؟ هلا غالبا مهما كان نوع العلاج سواء كيميائي او عشبي ما لم يتبع بنظام غذائي يعني بيكون فاشل بشكل عام يعني، او مو فاشل ما بيكون ما بيؤدي النتيجه المطلوبه للعلاج يعني. فاي مشكل مرضي مهما كان نوعه لازم دائما الانسان يتبع نظام غذائي صحي بحياته يعني. حبيت برك نعرف ثاني ربما انه بالك ناس ما على بالهمش انه عندهم هذا النوع من المرض. كيفاش يكونوا الاعراض تاع هذا المرض؟ هلا غالبا بصير مشاكل بالجهاز الهضمي، اصفرار مثلا بالوجه وبحدقه العين. اسهال متكرر بيكون عنده، مغص مثل ما حكينا، هي اعراض اهم اعراض التهاب الكبد يعني. صافي يكونوا ديجا مقبل اعراض اللي يخلونا نعرفوا. نعم. ربما لو كان نحكيو بالك على انه قبل ما الناس ما يشوفوا الاعراض ولا ما كاش فيهم اعراض وشنو هي طرق الوقايه يعني ابار الاكل الصحي اللي كنا حكينا عليه. هلا بشكل عام مثل ما حكيت الانسان يمتنع عن مثلا بياخذوا كثير مثلا مسكنات ومهدئات، هي مشكله كبيره بتعمل للكبد بشكل عام. اللي بيدخل مثلا مضادات اكتئاب ولا مضادات التهاب ولا يعني دائما لازم
الانسان دائما يكون يصلح الميكروبيوم عنده جهازه الهضمي يعني لانه هو خط الدفاع الاول اللي بيوصل للكبد الغذاء يعني. طيب انا حاب نرجع معك لكل انواع الامراض اللي ممكن انكم تعالجوها بالطب البديل. هلا غالبا نحن عندنا بنعالج معظم الحالات، لكن كل حاله وعندها بروتوكولها يعني، اما بسم النحل او بالحجامه او بخلطات الاعشاب، ولكن جميع الحالات لازم تتبع بنظام غذائي يعني خاص فيها. ولكن من بين هذه الحالات شكون اللي تشوف انه النتائج تاعها ايجابيه بنسبه كبيره؟ كثير الحمد لله حالات القوى الشفاء عنا يعني، امراض مزمنه يعني امراض الروماتيزم والروماتويد والصدفيه دائما يعني الحمد لله كان في نسبه شفاء عاليه فيها عنا. امراض الغده، خمول الغده، امراض شحوم الكبد يعني لاقوا نتائج جيده جدا عنا. وش تقول ربما بالك كاين ناس انه يقولوا الطب البديل ربما ماشي ما يكونش العلاج به يعني ناجح 100%، وانت دوكا كنت ذكرت انه اغلب الحالات ربما اللي جازوا عندكم يعني تماثلت للشفاء ولا حتى برات من هذاك المرض، وش تقول ربما على الناس اللي يقولوا انه العكس؟ لانه سبق وحكيت انه اي علاج ما لم يتبع بغذاء بنظام غذائي ما بيكون في نتيجه فعاله. فلذلك ليش انا عندي مثلا اللي تبعوا لقوا شفاء مثلا غالبيتهم ونسبه كبيره، لانه دائما برفق علاجي بنظام غذائي، قائمه ممنوعات وقائمه مسموحات وبعض المكملات لازم ياخذها حسب كل حاله. أوكي. يعني مثلا هلا في مرضى الغده، خمول الغده عنده اشياء فيها كلها ممنوعه مثلا على مريض هشاشه العظام، فكل حاله بنعطيها شيء ما يتناسب معها يعني. طيب احنا شفنا انك اليوم جيتنا ب يعني مكونات تاع وصفه، يلا نروح نتفضلوا. نعم يلا تفضل ونروح نشوفوا واش راك جايب لنا. هيا تفضل الاستاذ. هذا نحن عملنا هاي عنا عملنا جبنه خلطه ل تفضل ما تقدر تقعد. معليش احنا حاولنا نعمل خلطه ل خصوصي للكبد يعني، هي بتعمل ديتوكس وبتنظف الكبد لحال كان في مشاكل بدايه تليف او في شحوم كبد او في فيروس كبدي كمان بتعالجه هالخلطه اللي جبناها. طبعا خلطتنا مكونه من 6 مكونات اللي هم الهنديباء والمورينجا وجذور الراوند والقرنفل، اضافه للاخليليا واضافه لنبات شوك الجمل. هذا نبات شوك الجمل من اكبر افضل النباتات اللي طبعا بتعالج الكبد وبتعود وتجدد الخلايا تبعه. عندنا هون عصير عملناه لنعمل فيه ديتوكس للكبد، هو عباره عن زروديه اضافه للبيطراف والتفاح الاحمر، بنحط حبتين زروديه، حبه صغيره بيطراف وحبه صغيره تفاح احمر بقشوره. هذا يشرب مرتين اسبوعيا، بيعمل ديتوكس للكبد، مفيد لمرضى الانيميا ومفيد لمرضى اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي طبعا. عندنا الكركم والقرنفل، كمان الكركم مهم جدا للكبد، لكن بنحذر انه ما يستخدموه بكثره المرضى اللي عندهم انيميا لانه بيعيق امتصاص الحديد بالجسم. طبعا لازم نحط فلفل اسود مع الكركم لحتى يطلق الكركمين اللي فيه بالجسم. اضافه لخل التفاح كمان لمرضى شحوم الكبد اللي عندهم مشاكل فيروسيه او شحوم الكبد، طبعا بيشرب مخفف بكوب ماء، ملعقه صغيره في كوب ماء، وتشرب مرتين يوميا، كوب بعد الغداء وكوب بعد العشاء لمده شهر. هاي خلطتنا اليوم. طبيعاً. يلا فيك تعاود ترجع لنا. دونك انا حاب نعرف اسكو يعني صراحه في تفضل هنا تفضل هنا معليش دار دارك خذ راحتك الله يسلمك شكرا. حاب نعرف اذا كاين تاثيرات يعني جانبيه على لما يستهلك يعني الانسان العادي هذا النوع من الخلطات. هلا غالبا نحن اي مريض بيجينا بنساله شو عنده امراض مزمنه، طبعا هي انا سبق بدي احكي معلومه انه ما يناسبك قد لا يناسب غيرك. يعني دائما اي مريض بيجي لعندي اول شيء بسال شو عنده امراض مزمنه، بشوف تحاليله، بشوف لاعرف اعطيه شيء يتناسب معه. تمام يعني لازم كل حاله نعرف شو نركب لها بالنسب تبعها يعني. دونك تسمى لازم على حسب واش راني نفهم، دونك نقدر خلينا نقولوا انه الرجوع للطب الكيميائي ولا خلينا كيفاش نسموها الطب اللي نعرفوه العادي. لازم نديروا بيلون، لازم نديروا تحاليل باش نجوا عندك انت كطبيب بديل. طبعا طبعا كعلاج بديل. طبعا طبعا لازم نشوف يعني كل حاله شو عنده مشاكل، يعني شو عم ياخذ ادويه مشان ما يتعارض. يعني في بعض النباتات ممكن تعمل مشكله مع الانسان اذا اخذها بدون راي اخصائي او شخص خبير عمل له اياها يعني.
دونك جوستومون كنت حابه نسقسيه ثاني على النباتات اللي كنت قلت عليها، فاسكو كاين ربما نبات مره هكا من المرات جابوا لك تحاليل ولا استعملته على شخص ورغم انه ما كان والو في التحاليل والنبات يقدر يستعمله الشخص لكن ما انطبقش عليه؟ لا انا غالبا بعمل دراسه كامله عن كل حاله، ما بعطيها عشوائيا، لكن اجاني حالات نعم وصلوا لغسيل الكلى نتيجه انه اخذوا من عندهم اعشاب او خلطات دون شخص مختص يعني. اوكي صافي، لازم اي حاجه يقوم بها الشخص يعني بالعلاج بالاعشاب ولا لازم يكون عند خبير؟ اهم طبعا حاجة لازم يكون خبير جدا بكيمياء النبات، يعني على سبيل المثال مثلا نبات الجينكا بيلوبا بيستخدموه الناس لتنشيط الذاكره، لكن بالمقابل هي تمنع على المرضى اللي عم يستعملوا مميعات الدم سينتروم وخلافه، مثل اللي عم بحكي عن الكركم الكركمين يعني المفروض المريض اللي عنده انيميا ما ياخذ منها لانه بتعيق امتصاص الحديد كمان. فاللي بده يعطيكي خلطه لازم او يركب لك تركيبه عشبيه لازم يكون عنده خبره كبيره بال دونك. استاذ في الختام نصيحه مهمه جدا للناس بصراحه، تنصح ولا لا تنصح بزياره اخصائي الطب البديل مباشره دون الرجوع الى الطبيب قبل؟ لا لازم يكون في طبيب يشخص الحاله لحتى نحن نعرف كيف بدنا نعطي له العلاج تبعه، اكيد يعني ما فينا نستغني عن الطب يعني لانه هو الاساس، لكن يعني يفضل انه تشخيص الحاله من قبل طبيب. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج سميرة مرة. انا وسهلا. يلا نروحوا لليوغا يا الهام، نروحوا شويه ريلاكسيو. يلا فقرة تحرك في دارك وراح نزيدوا نكتشفوا تقنيات جديده في اليوغا ونعاودوا نرجعوا بقوا معنا. صباح الخير مشاهدي قناة سميرة تيفي ومرحبا بكم في فوتر روبريك بيان-اتر يوغا مع نسرين. انا نسرين اي جوري لو بليزير دو فو غيدي اوجوردي في اون سيونس سبيسيال ايكيليبر. عباكم بلي ابري 30 ans اون كومونس ا بيرد نوتر ايكيليبر اي سي دوماج كار نسحقوه في كلش باش نمشو باش نطلعو دروج اي سورتو باش ما نطيحوش. دونك اوجوردي اون فياندرا ترافايي لا موبيليتي اي لا فورس تاع لي شوفي تاعنا. نسحقو والو ميم با ان تابي يوغا، باغ كونتخ معليش نديرو هاد لا سيونس قدام ان مور حيط باش نشد فيه ولا ان مونش بالي باش سا ترومبلو با بزاف. Sinon, si tu veux tester un peu plus l'équilibre TAC, tu auras besoin de rien et on viendra commencer. Première chose, il faut savoir que le pied, le gel fait à 4 points. Alors, on a les orteils, spatia, les talons, l'arrière et les côtés. Donc, je viens aligner les orteils, spatia, les talons sur la même ligne. Et après, je balance le poids taille. Le قدام, je vais sentir les hanter. Après, je reviens. Plus de poids sur le talon, l'arrière. Et je fais ça quelques fois. Après, Naya, je viens de gauche à droite. Ici, je teste l'équilibre terré pour trouver le centre. Donc, Winrahe, la gravité, le centre de gravité terré. Très bien. Et je relâche. Après, bien sûr, comme à chaque fois, on vient relier le mouvement de la respiration. C'est-à-dire, j'inspire, ndir un mouvement, j'expire, ndkharaj. Cette fois, inspiration vient monter sur les orteils, décolle les talons. Après, expiration, blaqal, et avec contrôle, naoud nhat les talons. ونعاود مع لا ريسبيراسيون ندخل الهواء نطلع على سبعتيه نسي نحكم هنا ان اكيليبر سور لي اورتيل ابري اكسبيراسيون بلا عقل جو ريلاش طالون سور لو تابي اي بيان اون ديرنيير فوا انسبيراسيون اي اكسبيراسيون خرج الهواء بلا عقل لونتمون 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 طالون سور لو تابي تري بيان ريلاش لي جامب نعاود نولي نخلي البي رجلي لا غوش سور لو تابي اي لا نفليشي لو جونو دروا نكسرو جو لو رامين فير لا بواترين لي ماي يقعدو سور لا هانش ولا سور مون مانش بالي ولا على الحيط اي ابري اكسبيراسيون هنا نطبع لو تالون لاريير تاع رجلي سور لو تابي ونعاود دو فوا كوم سا انسبير نا جو رامين لو جونو لا بواترين اي جي اكسبير فير لو با اي نحبط لو تالون vers le sol. حط لو تالون vers le sol ولا لا لا مقادره في ذاته ونعاود نرفد ونكسل. très bien. les mains يدي يقعدوا sur la hanche وداني نطيح بزاف على الحيط ولا le bâton. et après هنايا سا
ça dépend. C'est le moment de s'écouter. On ne trouve un ou une année. Donc, la frustration, sans me juger. Soit on regarde Naya, idéal, hayat nsin la bhashia nhiha. Idéal, on est à l'aise, zid des mouvements, bla cheville, dawar jli dans un sens, on bad, on bedel etija. Très bien. Et le dernier mouvement, on est hamed un mouvement un peu avancé. Nsin regarde le plus possible centré. Chauffe un point, le kakesh haja, fixable le regard par terre. Ombad, je ramène le pied vers l'arrière, n'hatto. Et d'un coup, n'aoudnoulé, je ramène le genou vers la poitrine. On refait ça deux fois, n'aoudou adouch khatrat. Le pied vers l'arrière, fléchis genou li mlkoddam. Et ma la respiration, zafir, genou poitrine. Marque un temps de pause, n'riyah un instant, vers l'arrière. Et expiration, devant. Relâche la jambe droite, relâche la jambe gauche et on va refaire la même chose un peu plus rapidement. On accélère le chia. Ferjil et yusra. N'aoudnou les positions à le départ. N'hatga le poids à l'arjli la droite. Et je décolle. N'erfut, genou gauche vers la poitrine. Les mains pour le bassin, pour le bâton ou là le mur. Omban, kis l'arjli, n'aboz le talon vers le sol. Et inspiration, d'akhel l'hwa, n'jib le genou l'fok. Expire, n'kharj l'hwa. Inspiration, je fléchis le genou. Je ramène le fort. Expiration, kharaj lahwa, nkiss l'arjli, talon, fort le sol ou pas. Une dernière fois, inspire vers le haut. Expiration, kharaj lahwa, nkiss sal. Et n'aoudnou li lehna. Et hnaya n'aoudnou ndir wach dirt pour le côté droit. Donc soit nqad hnaya, soit le bâton, soit qdam le mur. Ndour rjli f'itijah. Lentement n'aoudnou li la respiration et خارج الهواء نبدل الاتجاه اي بيان اي اذا ديت رجلك للاريير نعاودو نديروها سور سو كوتي دونك اكسبيراسيون بلا عقل نسين ندير رجلي لو بلو لوين ديرير ابري انسبير دان كو قال بوان نحطو على لا جامب دروات اي جو رامن جنو غوش نعاود نديرها بلا عقل بعيده 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 نحط رجلي Je trouve l'équilibre terrain. Si je ne fais pas beaucoup, ça va me faire perdre l'équilibre, déstabiliser. Après, d'un coup, je n'engage pas la poitrine. Très bien. Une dernière fois, vers l'arrière. Expiration. Le qaddam. Relâche la jambe gauche. Relâche la jambe droite. Et c'était tout pour moi. Les 5 minutes, Anna. Je vais commencer la journée sur une petite note d'équilibre. انا جو دون رونديفو غدوه ان شاء الله نعاودو نتلاقاو في يوغا مع نسرين ديشي لا تهلاو في روحكم بيعلكم مشاهدينا قبل ما نروح على فاصل الهام في الكواليس كانت دير هكا شت ريلاكساسيون عجبتني كي قالت ما تلعبوش بعينيكم باش تقارديو التوازن دونك كيف حاجه مليحه هذاك التوازن 60 سنه معلومه جديده مع الصباح يلا كونترول روحوا على فاصل ياك كونترول قولوا لنا فاصل ونعاودوا نرجعوا نبقوا معنا نتلاقوا ان شاء الله في الجزء الثاني يلا عودة لكم مشاهدينا في لا دوزيام بارتي من برنامج سميرة مورنينغ اللي والفتوها توجور يكونوا حاضرين معنا لي روبريكور ديالنا عندنا الكوزينة عندنا بي بيوتي وعندنا فن وابداع مع امل ايدريسا وباش نبداو راح نبداو بي بيوتي بعد الفاصل يلا سارة بالعيد صباح الخير صباح الخير يا صباح وش راكي لاباس بخير عليك اليوم اليوم الوطني للطالب وانا نحب نسترجع معاك ذكريات اللي كنت فيهم طالبه والفرد الفجائي يقول ماشي غير انت يعني اليوم ماشي غير انت ممكن واحد اخرى انا حجوز عليها دوكا شوك شي دير هذيك تاع زعما تخرج تكترى لا لا الفرد ولا راح يكون سهل في الكواليس كنت نحكي انا والهام كنا نحكوا على هذه النوعيه تاع الصالونات قلت لها ايماجين هكا ان صالون بلون ويجي لك ضيف هكا ويجيب دراري صغار معاه ويسيح لك الشوكولا فيه والعفايس دونك اذا عندك جواب الان اعطيه لنا نعطيك جواب
هاي تفضل. قلت لك انا الفرس هو جاي تاعك لازم تنوطيني ومن بعد هاي. شوف رياض كيما زعما انسان كيما هكذا ولا يكون ميم لا ماتيغ الاخرى، كاين واحد دوزيام ماتيغ اللي تجي ليس شويه هكذا يطاشيه كيما نقول دراري صغار ولا زعما ميم واحده كافي ولا عندك خل ابيض هذاك خل كريستال يعني اللي فيه الكول بزاف ومع البيكربونات ديرو في هكذا ريسيبيون مع ما دافي تشد كيما هكذا ريسيبيون واحد اخر تتلوي عليه شيفونه تغطس فيه وتشد اه تفخوتي تفخوتي حتى تنحى ديك لاطا سور بلاص وي هاي الهضره 10 مازال نزيد لونسي معك انا السنه لونسي معك تحدي واحد اخر أنا تفضل. اذا قدرتي تنحي لاطا من الحوايج نقول لك هاو حق سي تقدر وباش الخطره الجايه نعطيك لاستيس الخطره الجايه نعطيك لاستيس تقدر فاسيلمون تنحيها خلاص مالا نستنى دونك نبداو في وصفه اليوم ان شاء الله صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام نبداو على بركه الله وصفه جديده تاعنا اليوم اللي هي ماسك لحروق الشمس يعني احنا مع موسم الاصطياف راح نبداو زعما مع البحار الناس ثاني تخرج كاين ناس بزاف ما ديرش لي كرون طوطال الاخر دونك لا ماجوريتي تاع النساء راح تحكمهم هذيك لا تخاص تاع الخمار يعني اللي دايرين الخمار اما اللي ماشي دايرين الخمار يعني حجيهم هذيك الكحوليه يعني في الوجه كامل دونك الماسك تاعنا اليوم متكون من 4 انغريديون اللي هما صابون مسلمين اللي هو صابون معروف يعني صابون جزائري مخدوم بزيت زيتون وعندنا الجبن اللي هو هكذا أطختين يعني الحبات وعندنا حليب بودرة اللي هي لحظة وعندنا تاني يعني تقدروا هنا عندكم خيارين يا تحبوا ما ورد طبيعي أو ما زهر طبيعي كما حبيتوا دونك نبدأ الوصفة تاعنا وش نديروا فيها نديروا مغرفة شوفوا مغرفة تكفيكم ما باسكو حنزيدوا دي زانغريديون واحد اخرين مغرفة صابون زي شوفوا ما تحيروش صابون جاي شويه كحل باسكو الناس بزاف تعرفوا انه يجي شويه كلير هذا صابون زاير تاعي يعني انا نخدمه فيه تبريمه صحراويه دونك عليها يجي هكذا شويه كحل وفيه يعني ثاني مكونات واحد اخرين اللي هما فيه الكركم فيه النيله يعني هنا صابون هذايا شويه يعني متوفر على ماده تفتيح البشره اللي هي الكركم والنيله دونك هكذا عندنا هنايا ونزيدوا حبه تاع فرماج ونزيدوا ملعقه تاع لحظه هكذا تكون ملعقه صغيره وملعقتين ماء زهر ولا ماء ورد ونبداو نعجنوها غير بالعقل حتى تكون عندنا عجينه شوفوا انا قلت لكم صابون زاير هذا ديالي ما راحش تكون العجينه بيضه بزاف باسكو قلت لكم يعني هو يجيك حلف فيها تبريمه صحراويه ملي تشروه من برا راح تجيكم يعني العجينه تاعها بزاف بيضه دونك هاي لك نمزجوها مليح لازم لي زانغريديون كامل يولوا كريمه دونك لازم تخلطوا بيان تخلوهاش حبيبات ويلا شتوها يعني شوفوا ويلا شتوها العجينه ما تحلتش مليح زيدوا لها مغرفه تاع ما زهر يعني ما تقيدوش بهذيك الملعقتين اللي قلت لكم عليها شوفوا انا عندي هنايا شوفوا هاي لك ما شاء الله يعني جات اون كريم روعه ليس هاي لك كيفاش نديرو ناخذوا كميه دائما ناخذوا كميه من الخليط تاعنا ونابليكيوها على الوجه تاعنا شوفوا كيفاش جات العجينه جات ما شاء الله هاي لك دوكا نابليكيوها هكذا نخلوها مده 20 دقيقه كي نخلوها مده 20 دقيقه في هذاك لو مومون يعني ما نقابلوش الضوء باسكو علاش هنايا حنا واش راح نديرو حنفتحوا البشره وين تكون مواد تاع تفتيح البشره ما نقابلوش فيها شمس ولا ضوء اللي يكون الكليغاج تاعو يعني يلحق للبشره تاعنا ونخلوها 20 مينوت من بعد نغسلوها بماء فاتر وتوجور ننصحكم دائما كي تغسلوا وجهكم تغسلوه بصابونه طبيعيه علاش الصابون طبيعي انه راح يكمل كيفاش نقولوا راح يكمل ليفيكاسيتي تاع الوصفه اللي درتوها يعني دوكا الى الوصفه تعطيكم نتيجه تاع 20 يوم دونك كي تستعملوا مواد طبيعيه خاليه من المواد الكيميائيه راح تمديها لكم في 15 يوم حتى 10 ايام دونك الوصفه تاعنا كانت خفيفه نهار اليوم ان شاء الله نعاود نقول لكم في وصفه جديده للحصه القادمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ساره يسلمك ليفيكاسيتي وشنو باللغه العربيه عادي فولا رياض هذه هي المشكله تاعي فولا كاين كلمات ليفيكاسيتي وشنو هي بالعربيه والله غير ديفوا كاين ليفيكاسيتي هي حاجه افيك معليش نعاونك والله غنعاونك حاجه كي نقولوا حاجه فعاله راني جاوبتك راني جاوبتك جيت راح نقول لك كي نقولوا حاجه افيكاس اوتوماتيكمون تقولي لي فعاله حاجه فعاله
اي والله خلاص قفلتها من عند رياض اسمها الفعاليه. الفعاليه تاعها تكون مليحه. خلاص رياض يعطيك صحه. يعطيك صحه ساره. شكرا لك. يعيشك. دونك انا عاودت رجعت لسلمى. وسلمى كيما قلت لكم من قبيل لا يغابنتني لا زيتون لا حبه جوز الواحد ياكلها مع الصباح. الو يا اختي واش كاين؟ دوك نوجد لك طابله. الله الله وجدي لي بصح انا حمسيني شويه من قبل. وراكي واصله سلمى؟ راك تشوف اني ندير في الرولي تاعي. تفوريه؟ ايه نفوره بيان سور. دونك يخرج كي الكاشا. ومن بعد نعاود نقليه في المقله، ندير شويه زبده، نعاود نقليه كاع لي كوتي، ومن بعد نخليه يبرد باش نقطعو دي رونديل دي رونديل. شهيتك ولا لا؟ والله راني جيعان. والله. يا خلاص داكور. المشكل سكو في الصباح ما وليتش نحب ناكل لي غاتو، سينو لي غاتو كاينين قدام. ايه سالي ايه. نحب ناكل عفايس الحين. سالي ايه حاجة خفيفة. معليش نسمح تنطوي. هيا داكور اوكي. ما كاش مشكل يسلمك. إلهام ماني رجع. على سلامتك رياض. فيكو درنا البي بيوتي ورحنا للكوزينة. دونك دوكا كاين فرد فجائي جاب لي ربي. قلت لا فرد فجائي في الفن والإبداع ولكن بعد الفاصل. يلا. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الخير أمان. أنا والله غير ما شاح نقصح لك راح نقول لك برك كيفاش كنتي تقراي كاش حاجة هكا تفكريها وليامات اللي كنتي طالبة. كنت نقرا واش نفكر؟ كنت عاقلة. وي شتي ان ليف تخي تخي. بعد في الطابلة الأولى. وي. باينة. وي. وترسمي لهم. بعد دوزيام. ماكسيموم دوزيام. ماكسيموم. شتي ساج كون بيرسون ما كنتش قبيحة. يجوا باينين يجوا باينين. كالم تخي كالم. ما كنتش قبيحة أنا جيتو. جيتو تخي. يلا واش عندنا اليوم؟ دونك اليوم ان شاء الله صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين. دونك البارح كنا درنا مع بعض ان بوتي بلاتو يا أخي بالتوسكي couleurs prisme, moon, vitrail, céramique, les couleurs à base de solvant et réactif. Réactif, il y a des réactions chimiques, donc il tralto. Et on a des très jolies petites cellules qui m'a coûté l'hadouhnani d'atoul khamsa. Sinon, on comme quand même le plateau qui ne chauffe. كيفاش ولا هاوليك لو بلاطو راه ناشف لازم تخلوه لمده 24 ساعه حتى 72 دونك 72 اور دو سيشاج من بعد نكمل ندير لي فينيسيون ندير لا كولور اللي حبيت دونك فوالا لا كولور فيتراي شوفوا لا مون قدامها كيفاش تدير وعندكم لا بريزم ثاني دير خلايا دونك فريمون الا دي تري جولي رياكسيون بيناتهم كي نخلطهم دونك هنا انا ما درتش لو بلاطو وحده كنت حابه ندير دو بيتي فير اتي اسورتي دونك لو فير اللي راح نخدمو Bien sûr, c'est les verres à thé. Nous avons la gamme vitrée ou la porcelaine. دونك ولا خدمت بورسولان تخلي وحدها بورسولان باسكو طيب على 150 درجة 35 دقيقة تاع لا كويسون في الفرن تاع الدار. ولا خدمت بلا غام فيتريا نخدم بلا غام فيتريا وحدها دونك ما نخلطش بين زوج باسكو ما عندهمش لا ميم كويسون وما عندهمش ان ميم طون لا ميم دوري دو لا كويسون دونك هنايا انا خديت ان فير تو سامبلومون على بالكم لي لو فير هذا لازم توجور يتغسل ولا يسو ديغريز ديريكتومون هكذايا بشويه تاع الكول جو ديغريز مون اوبجي هكذايا علاش باش هكاك نحي كاع لي تراس تاع السبك لي فوق كي نحطو نمسو به من فوق الزجاج اي او ميم طون كي نحط الالوان تاعي راح تشد ما خير دونك دو بريفيرونس واحد يمسحها مليح هكذايا دونك فوالا ونبدا ندير لابليكاسيون دي كولور دونك انا خيرت لا غام بورسولان باسكو فيها لا ناكر هادي حاجه لي شابه لا بورسولان فيها ناكري رقم 76 دونك بورسولان 150 درجه تروح فوق الزجاج كيما تروح فوق لا بورسولان تو سكي سيراميك بلانش دونك فوالا ناخذ لا غام هذه باسكو سي تام بلون ناكري ومن بعد تيك نستعمل الوان واحد اخرين دونك توجور نتوما تاخذوا بور لا غام دو بينتور لي جي ا باز دو دو و اليمونتير لازم يكون عندها لي بانسو تاعها سبيسيالمون تاع هاد لا غام ما لازمش نخلط بين لي دو بينتور هنايا ناخذ اللون تاعي شويه نحط شويه من البورسولان ابيض ناكري دونك لا ناكر هكذا ونبدا ندير في لابليكاسيون دونك لو فات كو راه عندي يد هنا دونك ما نقدرش نستعمل لو تور نستعمل ديريكتومون البانسو ونبدا نخدم دونك شوفوا لاحظوا بلي لا كولور الي فريمون بيان ناكري وانا حبيت نعاود نرجع لا كولور اللي درتهم فوق البلاطو دونك لا ناكر نزيد لها شويه من الاسود يولي ان تي بو دون لو غري دونك هي لا ناكر وحدها كي نخلط لها الالوان يولوا لي كولور ناكري تو سامبلومون
دونك هنا نزيد لها ان بو دو اورانج بور دوني ان افي دو اورانج حسب لو اورانج اللي درتو فوق البلاطو اي لو فات دي نحط لا ناكر معاها لا لو اورانج تاعي ولي ناكري دونك فوالا على هاد الطريقه انتم ديروا هاد الالوان وحده مور الاخرى باش تجي حساب لو بلاطو دونك راحت فهاد لي دو طون ونزيد ندير الاخضر من بعد بلي فاتر نعاود نولي فوقها وندير دي بيتي تري دونك نخليها تنشف هكذا كيما راهي لمده 24 ساعه ولا اكثر لا قدرت اكثر من بعد باش نطيبها في الفرن لمده 35 دقيقه طونسيون باسكو سي بورسولان 35 دقيقه و 150 درجه هنايا راكو تلاحظوا خدمتها وكملت من بعد نحكم لي فاتر ديريكتومون تاع لا بورسولان كيما راكو تلاحظوا هنايا ديريكتومون بلو فاتر نبدا ندير نعبس شويه عليها باش تخرج لا كولور ونقدر نجي ونحط دوك ندير دي تراس دي تري باردون دي تراساج هكذايا لي جولي بيتي تري من فوق الالوان تاعي دونك كيف كيف بورسولان 150 درجه راكو تلاحظوا اون فاتر كيف كيف صرا ميم شوز لا ميم كويسون اي لا ميم دوري تاع لو سيشاج من بعد ناخذ لي بيتي خمسات هذوما اللي خيرتهم انايا وخدمتهم كيف كيف كيما درنا البارح في البلاطو عاود خدمتهم فوق هاد لي بيتي سوبور باش يديني دي بيتي سوتاس دونك هنايا ناخذ دونك فيت في نديرها رابيدمون ناخذ واحده اللي فيها دوري باسكو درت ان كوتي دوري وان كوتي مازال ما كملتوش هنا نستعمل غير ثلاثه الوان واحد بريزم واحد مون واحد فيتراي دونك ناخذ لا بريزم نبدا بها ندير الاخضر تاعي دونك بالبانسو هكذا نحط لابليكاسيون ديريكتومون من بعد ناخذ اللون اورانج الو هنا نحط جو سوبربوز لي كولور يعني كما خلطهاش نحط هذه فوق هذه باش يتخلطوا دونك فوالا ومن بعدها نروح في هنا نمسح ونروح في لا كولور بريزم بريزم هي لا كولور اللي حنديرها باش تخرج لي دي جولي سيلول هكذا على هذه الطريقه نخليها تنشف من بعد زالي غوماركي كو راح دير دي سيلول كيما هنايا شوفوا كيفاش خرجوا لي سيلول باسكو درت لو ميلونج انتر لي دو دونك فوالا انا خليها تنشف هكذايا لمده انا قلت لكم 24 ساعه وكي تكون ايبيسور لازمها 72 ساعه دونك نعطيها بلوس دو طون دو سيشاج من بعد يكون عندي ان جولي بيتي بلاطو اللي نقدر نحط فيه هادوما لي سوتاس لي فيغا اتي ديالي اي فوالا لو بيتي بلاطو بوركوا با تاع الصباح دونك بصحتكم وان شاء الله تجوا ديروا معنا الورشات التكنو لي موالف نقول لكم اشاك فوا اروحوا تتعلموا حتى تعلموا بزاف حوايج ما عندكم حاجه تاعكم لي قدم نقدروا توجور لي روتاب سي با لا بين تشوفوا حاجه جديده لي فيغاتي تاعكم راهم يدوروا هكاك في الدار جيبوهم وتعلموا معنا في كاع الورشات التكنو لي بوين فون تكنو دونك فوالا ميرسي امال جيتي بيان اجوردي نجيبة جدا نجيبة تعرفي واش معناتها نجيبة وي بيان سور هاي العبارة نعرف نجيبة نعرف نجيبة و جو بونس كافي واحد ان سارتان مومون وحدة هكذايا جوز في لاتيلي اسمها نجيبة جو بونس نجيبة ولا ان تخيك كوم سا ال فوزي دي تخيك وقيلة نو نو سيتي تاع لي زونفون تاع دراري صغار ماشي لا جينيراسيون تاعك ما على باليش يلا معليش نروحوا الورقلة يلا معليش الو الو نستقبلوا اول مكالمه معنا صباح الخير ناصيره من ورقه الو صباح الخير ناصيره واش راكي؟ صباح النور واش راكم انتم لاباس؟ لاباس الحمد لله انت بخير؟ والله الحمد لله رحمه ربي وانتم لاباس اخباركم؟ والله غير انا فرحانين بصوتك الله يسلمك منين بالضبط؟ منين بالضبط انت من ورقله؟ من الخادمه الخادمه خيار الناس الله يسلمك ربي يسلمك. دونك واش رايك في برنامجنا دائما متابعينه؟ ما شاء الله عجبني وتكلمت على النقطة هذه بعد بالذات اللي عجبني البرنامج تاعكم عراني سيدة في الدار، عجبني البرنامج وفي نفس الوقت راكم مونسيني ونحل مع الشغل ونشوفكم وحوايج مهمة اللي راكم تديرونا فيها وهذه فيعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. فيكي بارك الله فيكم. دائما من المتتبعة من الصباح للعشية من فاتحة غير سميرة. أيوة. يجي يقول لي دائما مع سميرة سميرة نقول الله غالب هم مونسيني. هكا تعجبونا وحنا خمو فيكم ندير لكم برامج شابه باش ما تصرفوش بزاف على جلي بيلو ما شاء الله والله ما عندي حتى قناه واحده اخرى من غير سميره سميره راني لاقيه فيها كل شيء ربي يخليك ان شاء الله نبقاو دائما في حسن ظنك واليوم بمناسبه يوم الطالب
اليوم الوطني للطالب. نهني اليوم الوطني للطالب، نهني جميع الطلاب ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في حياتهم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انت عندك ابناء طلبه ولا؟ لا لا، ادعوا لي ربي يرزقني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يرزقك. ربي يخليك، شكرا على اتصالك. الله يسلمك وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. اذا حبيتي تديري اهداء ممكن تقدري تديري اهداء. نهدي اهداء خاص لزوجي وفقط. وفقط. عجبتني فقط. ربي يخليكم لبعضكم. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا لك. ربي يخليك. شكرا على اتصالك. صحيتك. شكرا. صح. يلا دونك الى ما نحب نعرف انت كاش شاغب في ايام الجامعه. انا ما نقولكش بالك في ايام الجامعه، من نهضر اون جينيرال. كيما قالت امان، انا شي كالم، يفوز كالم فوالا. يلا شوي كالم بصح. كنت من هذاك النوع اللي ما نقعدش في الطابله الاولى، نقعد في الطابله الاخرى. اوكي القرايه نقرا نجيب لا موايان، نجيبها مليح. بصح توجور كي ندير كاش حاجه يحصلوا كاع هما، غير انا اللي درتها، انا اللي ما نبانش. عندها بيبي فيس. صح صح والله. جايه بريئه شويه. اي باختار نحكي لك هاديه. كنا في سو ام جو بونس ولا ليسي، ما باليش كنا قاعدين هكا نرفاوني، تيريت بالمقلامه فوالا، تيريت بالمقلامه، تيريت على هذوك اللي كانوا يديرونجيو فيا. ايماجينيو كنت قاعده من اللور، تيريت بالمقلامه. الوغ المقلامه كي تيريتها طاحت جوست عند البروف، تو تيماجين عند البيرو تاعها. ومن بعد قالت لهم دوك تقولوا لي شكون تيراها ولا ما نكملش. ايبا واحد ما حب يقول. ومن بعد زعما وحده قالت لها لا ما حبوش زعما يقولوا. وحده قالت لها الهام، زعما خلينا نكملوا الدرس. قالت لهم القسم كاع يتيريها غير الهام. ما شاء الله. فوالا دونك فيها كونفيونس يا خوتي. وشنو هذا؟ هذه هي دونك دائما الصغر هذا هو. وش ندير الله غالب. يلا خلونا نروحوا لبومرداس. الو صباح الخير. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك مليحه؟ والله لاباس الحمد لله. انتم راكم ملاح؟ الحمد لله. فرحانين بصوتك. شكون معنا؟ معك امل من بومرداس. امل مرحبا بك. مرحبا بك امل. الله. منين بومرداس امل؟ منين اكزاكتومو؟ انا يوم في كيكدا ساكنه في بومرداس. داكور. دونك مزوجه هنا في بومرداس صح؟ اي مزوجه في بومرداس. انت كنت طالبه ولا عندك ابناء طلبه ولا خاوه طلبه؟ احكي لنا شويه. لا انا مانيش طالبه، ولكن عندي ولاد خوتي ولاد. اها دونك عندك من الفلونتوراج تاعك فاميليال راهم طلبه. احكي لي ولاد اختي لي زيكزام راهم قراب، كيفاش راهم يحضروا في روحهم؟ ما كي تلاقاي بهم؟ اي عندي ولاد اختي زوج يعقبوا في البيان. نتمنى لهم ان شاء الله ينجحوا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. وراهم يحضروا في روحهم ولا لا؟ يلا راهم هكذاك كاع الشعب راهو. لازم تحضيرات لازم. شكركم راكم ما شاء الله، راكم خلقي راكم مونسينا في الدار يعني بارك الله فيكم. ربي يخليك. ربي يخليك. شكون هذا الكتكوت ولا الكتكوته اللي راهم يبكوا قدامك؟ كاين طفل صغير او يبكي قدامك؟ شكون؟ يا وليدي الله يبارك. واسمه؟ عبد المالك. شحال في عمره؟ المالك عنده 3 سنين. الله يبارك. يتربى ان شاء الله في عزكم. لا هذه يتربى في عزكم كي يزيد جديد. كي يزيد. دونك ربي يكبروا ان شاء الله على الدين والطاعة. شكرا لك. شكرا لك. صحيتك. صح. انا كنت خايف برك انت تسقسيني انا كالشاغب في القسم. خليت لابيل باسكو كانوا يقولوا لنا رفدوا لابيل رفدوا لابيل. دونك رياض هيا واش تحكي لنا؟ لا ما عاقل. ما شكيتش انا ما امنتش مي بون. لا صافي كاش حاجه تشفى عليها. شو والله غير في الايامات الاولين كنت عاقل في البريماري تو ونقرا مليح في السي او ام كيف في الليسي العامين الاولين صار تم بديت شويه الشغب. بديت نولي عاقل. لا بدا الشغب الحقيقي. والله غير الشغب الحقيقي. ومن بين الناس اللي ما كانوش يتوقعوا اني راح نكمل نقرا وراح نجيب الباكيتو. وكل الاساتذه تفاجئوا يعني اتفقوا انك ما حش تجيب الباك وتكمل. اقسم بالله غير اتفقوا. كانت وحده تاع العلوم الشرعيه اللي نوجه لها تحيه ما تحبنيش ما باليش عليها. كانت تقول لهم غير هذا ما يديش الباك. وانا غير جبته رحت لها قلت لها استاذه ديت الباك. دونك بصح يبقاو كامل سي دي سوفونير واللي لازم كل واحد يجوز عليهم. وفي هذا الكلام ما تجوزش عليهم ما تحسش باللي فغيمون صغر. الله غالب. هذه هي لازم. يلا نستقبلوا اتصال واحد اخر. الهام صباح الخير. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير زينب. واش راكي؟ لاباس عليك الخير الحمد لله. زينب تباني من الناس اللي ما كانوش يقعدوا في الطاوله الاولى كي كانوا يقراوا. صح.
علاش؟ ما على باليش هكا بالك كي حسيتك نشيطك شوية. الله يسلمك تعيش خويا. هي ما حبيتش نقول لها مش غريبة. يلا شكون معانا؟ شرفتوا تعرف الحصة تاعكم شابة بزاف بزاف يعطيكم الصحة. ربي يخليك. الله يسلمك وكي قلت هذيك الكلمة يترباس العز مازالوا صغير لازم تقولها. تسمى ساسدي نورمال. قلتها حاجة شابة. يا تخيب يا تخيب. ماشي احنا والفنا هذيك تاع كي تروحي زعما تباركي الناس هكا زاد عندهم مزيوت تقولي لهم يتربى في عزكم. مازالوا صغير. ثلاث سنين. انا عندي خلل شويه في هاد لي ريبونس مي بون. نو هي سي فغي ولا غير دي فوا وين تصرا ما تعرفش واش تريبوندي. تصرا تاع ما تعرفش وين تريبوندي. قولي لي واش رايك في البرنامج الاخت؟ البرنامج شباب بزاف وعندكم حصه شبان مع الضيوف تاعكم اللي كنت عارضوا فيهم. مع المشاهدين تاعنا واش خصهم ما شاء الله عليهم. انتم ثاني راكم تشرفوا. ما نعرفش الاسم تاع الانسه هذه. إلهام. الهام الهام. الله يبارك. واش اكثر فقره تحبيها في البرنامج؟ الفقره اللي نحبها بزاف في البرنامج تاعكم كلش الحاصل. كلش اون جينيرال باش ما تغيرتش حاجه على حاجه. يعطيك الصحه. عندك اهداء؟ عندك اهداء؟ شوف انا نهدي حاجه شابه كامل لزوجي اللي مطلي فيا بزاف. الله يبارك. ربي يخليكم لبعض. اللي تحبني وليكم انتوما. ربي يخليك. شكرا. شكرا لك. عايشك. طول عمرك. ربي يطول عمرك. شكرا على اتصالك. يعطيك الصحه. يسلمك. صحه. السلام عليكم. دونك مشاهدينا وصلنا الهام نروحوا نهدوا لهم. هذه الفقره مليحه جاب لي عجبتني. حسيت العيد. حسيت العيد. العيد وشي تقرا يا جماعه. هيا نروحوا مالا لفقره موسيقى. يلا نروحوا نسمعوا شي موسيقى ونروحوا بعدها فاصل اشهاري ونعودوا نتلاقاو جوست ابخي في لا تخوازيام بارتي. ابقوا معنا. ورجعنا لكم من جديد يا اطيب واغلى متابعينا. نعود نذكروا بانه تقدروا تتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف اللي راه ظاهر اسفل الشاشه 023 80 39 46. مازال نستناو اتصالاتكم وخصوصا عجبني الحال ولا غير عجبوني لي زابا اليوم. دونك خصوصا في الموضوع اللي راح نتكلموا فيه الان ماذا بيا يعطونا فيه رايهم بيان سور. علاش لا لا وي. دونك رانا نحكيو كما قلنا من لو ديبي تاع ليميسيون تاعنا نهار اليوم انه اليوم يصادف اليوم الوطني للطالب وحنا بيان سور باش نكونوا سور لو تام في لا تخوازيام بارتي تاعنا لنهار اليوم راهم حاضرين معنا طلبه من المدرسه العليا للفندقه. طبعا نرحبوا بهم. نسعد باستضافه زرهوني خليل وبول نوار عبد الرحمن. بصح شكون زر خليل وشكون؟ زرهوني خليل بول نوار عبد الرحمن. بصح قصتني بهذيك تاع حاضر طالب بامتياز خويا. مرحبا بكم. الله يسلمك ربي يحفظك. احكوا لنا واش راكم تديروا؟ نحن طلبه من المدرسه العليا لفندقه والاطعام. عندنا دوكا لا بروميير اني تاعنا هي فيها لون التيرنونس بين لا تيوري لا براتيك ستادير مور ما لي ستوديون يفوتوا الكونكور تاعهم لي باش اللي يفوتوا كونكور وينجحوا ويجوا يقراوا في المدرسه تاعنا. بروميير اني فيها التيرنونس تيوري براتيك ستادير منها يقراوا لا تيوري اون كلاس منها يتعلموا لا براتيك في لا ريستوراسيون لو سيرفيس ولي بيرجمون. دونك هادي بوغ لا بروميير اني. هادي بوغ لا بروميير اني. بوغ لا بروميير اني افكتيفمون. بوغ لا دوزيام اني نخلي الكاميرا تاعي بول مرا عبد الرحمن. بوغ لا دوزيام اني كنا راح يكون مقسوم على دو سيمستر. لو بروميير سيمستر راح يكون ستاج اوبيراسيونيل تاع سي موا سوا هنا في الجيري ولا في ليترونجي تسمى على حسب لي بريفيرونس تاع ليتيديون. و لو دوزيام سيمستر راح يكون رياليزاسيون تاع كونسيبت ريستوراسيون اللي درنا حنايا وراح نتكلموا عليهم بعد ان شاء الله. وهذه هي لا دوزيام اني. لا تخوازيام اني ان شاء الله راح تكون في لا تيوري في ليكول سوبيريور دوتيلغي دو ريستوراسيون دالجي. تسمى يقراو جوست لا تيوري في ليكول. انا اللي حاب نعرف رياض قبل ما نروحوا بالك في لو سوجي اكثر نحبسوا في لا دوزيام اني اللي قلت فو زافي رياليزي ان ريستورون. وي دونك حنا كنا حاضرين في هذا ليفينمون اللي داروه نروحوا نشوفوا لو في تي ار ونشوفوا لو ريستورون اللي رياليزاوه ونعاودوا نشوفوا عليه بالديتاي. Alors bonjour à tous, مرحبا بكم معنا في l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration Echra. Nous sommes des étudiants spécialisés dans l'hôtellerie. سمحنا نخدموا باش ناخذوا ان شاء الله notre diplôme تاع l'hôtellerie supérieure.
Bonjour, c'est Malek Slawi, étudiante de deuxième année à l'école Ejra. Le big challenge ce concept, c'est qu'il fait des étudiants, ils font tout. Donc c'est un travail compliqué. Les étudiants ont un teamwork pour atteindre le point. Il fait la touche, la promo d'elle, la promo 9 de cette école. دونك حنا من كوتي كويزين المهمه تاعنا كانت نديروا لا كونسيبسيون دو مونو نديروا انيتو تاع لي اسمو تاع لي بلا تاع لي زانغريدون اللي نديروهم نيتوديو لو كوست كيما نقولوا التكلفه تاع لو برودوي تاعنا باش نديروا اسمو نديروا لو بري تاعو فور دون المونو. بونجور سي عبد القادر عبد الرزاق سي لو ديريكتور اف ام بي دو ريستورون سيت في le restaurant éphémère de notre promo, promo 9. Donc, après un travail de groupe, on a fait cette carcasse et cette mise en place. Les thèmes et les décorations sont chaque jour, parce que notre thème, c'est cette vie, c'est cette décoration. Donc, chaque jour, décoration, je dis. On a fait ça par rapport à la décoration, par rapport à la vue, l'emplacement. Et merci. Vous êtes les bienvenus. دونك نعاود نرجع لوش سمعت واش كان يقول السيد في التصريح تاعو الاخير سبع ايام وشنو لو غيستو هذا تفتح لمده سبع ايام فقط هذا ما كان علاش حددتوه لمده سبع ايام؟ باسكو هذا الكونسيبت ريستوراسيون كونسيبت ريستوراسيون هو موديول باك داكور تسمى موديول تاع لي زيتيديون سي كو راح يبين بلي لي زيتيديون اسكو راهم كابابل يفتحوا ان ريستورون اللي يكونوا هما راح يجيروها 100% دونك نحكي لكم من الاول كيفاش بدينا حنايا لي زيتيديون حنايا تاع لا بروموسيون 9 رفعنا برك شويه من الصوت وي بيان سور ماشي مشكل تفضل لي زيتيديون تاع لا بروموسيون 9 تسمى كل واحد يخدم على حسب لي كاباسيتي اللي عنده هو كيما انايا شغل بروميير اني هما يقولوا لي زعما انت راح تكون شيف دو كويزين شيف دو كويزين تسمى انا اللي كنت شيف دو كويزين تاع الكونسيبت ريستوراسيون يا ابخي كاين بزاف عباد اللي مليح زعما في لا ديريكسيون نحطوا في الكوتي ماناجمنت ماشي في الكوتي اوبيراسيونيل قسمنا ليكيب تاعنا وهاد لا دوغي تاع سيت في هاد لا دوغي تاع 7 جو ما تحبسش غير ثما تسمى لا بريباراسيون تاعو كانت قبل 2 موا ولا قبل 1 موا ايدي ماشي حاجه سهله ماشي حاجه سهله تسمى كنا كل واحد عنده لي طاش تاعو تو تان بروتوكول تاع باش ينجحوا هاد لي 7 جو صح اللواج كانوا مفتوحين للجمهور العام اي واحد كان حاب يجي كان يقدر يدخل كانوا مفتوحين لاي اي واحد يحب يجي ستادير سيتي بورت اوفيرت بور تو لي كليون اللي يحبوا يجوا يجوا يريزيرفيو اكسيتيرا نستقبلوهم عندنا ياكلوا عندنا يجوزوا ثاني سواري عندنا ستادير كون افي ثاني كانت دي سواري اتيم اون افي دي سواري كاراوكي بلاك اند وايت كان عندنا ثاني لا سواري بال ماسكي اون افي بليزيور سواري في اون سيمين ثاني سيت في سيتي بليزيور تيماتيك في لا سيمين ستادير شاك جور اون تيماتيك ديفيرون وهاد اللي اسمح لي خليل هاد اللي جات باسكو كان كنا لي زيتيدون حنا كل واحد واش يقول زعما انا حاب زعما سواري بال ماسكي واحد يقول لك انا حاب تيم فيكتوريا اي تو هيا جاتنا ايدي تاع نخمو نديرو كلش في اون سومان تما شاك جور تبدل لا ديكو تبدل انيماسيون جديده تما بون لو مونو كيفاش كان الا كارت حسب طلبات الناس ولا كان مونو الا كارت داكور مونو الا كارت في فيكس بوندون كاع لا سومان تسمى كاع لي تام راح يكون مونيو فيكس واحد ما كناش نبدلو زعما دونك ماشي على كارت سي على كارت كيفاش ديرو زعما فيكس واش كاين اليوم تاكلو هذا ما كان فوالا لا لا زعما شغل على كارت زعما عندك كات اونتخي كنا دايرين كات اونتخي ويخير اي فوالا كل يوم كيجي هو يخير كانوا زعما في لي دو جو حنايا درنا زعما فورميل تاع مونيو وراح يكون مونيو فيكس دخله زعما اكسي تاع زعما يجي ان كليون خلص 2500 دينار يكون عنده مونيو فيكس مع لانيماسيون راح تكون تما تخي بيان فوالا هذه هي داكور او كاينه حاجه ثانيه اللي كنت انا شفتها كي رحت لتما او فيت سيتي ميم بارابور او بري اللي داروهم في المونيو اي تو سيتي حاجه اللي نقولوا ريزونابل اللي يقدر بالك اي واحد يروح لتما وياكل كيفاش كانت الاختيار تاع لي بري الاختيار تاع لي بري كما قلنا من قبل كانت بروسيدور كبيره باش نديروا بريباراسيون تاع هذا المونيو دونك ليكيب تاع لا كويزين وليكيب تاع لا ديريكسيون اف ان بي اي تو لي زيتيديون هما كانوا يخدموا لي فيش تكنيك يحسبوا لي كو تاع شاك بلا لا ولا ماتيير بروميير شحال تسقام من بعد كي درنا لا ماتيير بروميير دونك دو كو رانا في ليكول تسمى ما عندناش لي شارج تاع الخدامين باسكو لي زيتي دوما رايحين يخدموها ما عندناش لي شارج تاع ليليكتريسيتي تو هذوك تسمى ما كناش نحسبوهم تري بيان دونك بهذوك لي بري تاع غير تحسب لا ماتيير بروميير وتزيد زعما بلي زيتيود هذوك قدرنا نديرو دي شغل دي بري ريزونابل بور تو الموند يعني ماشي زعما
درنا ايتود ثاني تاع ايتود دو مارشي اللي راح تكون زعما نديرو كومباريزون مع لي زوطخ ريستورون يكونوا في يكونوا اكورتي. درنا دونك دراسه فوالا. الحاجه المليحه سيكو السبع ايام هادو جازو ملاح الحمد لله. انا حاب نعرف اليوم بعد هاد السبع ايام كيفاش قيمتوا بلوتو كيفاش كانت ردود افعال الناس اللي كلات من عندكم وكيفاش كانت ردود افعال تان المسؤولين تاعكم. دونك احكوا لي شويه. صدق من ناحيه الناس لو غوتور تاعهم كان مليح بزاف، عجبوهم لي بلا، عجبتهم الامبيونس عندنا. ومن ناحيه لي ريسبونسابل تاعنا كسوسوا باش الدايركتور جينيرال باش الدوايان ils ont toujours été معنا عاونونا. دايور جو لي ريمرسي بوكو بور لو ريد بار رابور ا سا مش الدايركتور جينيرال مش لو دوايان بور سا عاونونا. كانوا معنا اتول انستون كانوا معنا توت انستون دايور تسمى والفين هما بالكوزينه تسمى الحق لو سوتيا اي تي 100% كانوا معنا 100% من اللي بدات حتى اللي خلاص. اسكو راح تزيد تكون في المستقبل هذا الشيء؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون لو كونسيبت هذا يعاود يفتح بالك دون لي موا افونيغ. مي سينون سا سخا مع لا بروشين برومو ان شاء الله هما ثاني حيديروا الكونسيبت تاعهم اون دوزيام اني ياخذوا الخلافه تاع هذا لو كونسيبت هذا تاعنا. واسكو بالك في لافان تاع هذا الاخر كيما كنتوا حكيتوا انه التقييمات كانت بيان دونك عجبتهم الماكله، المسؤولين تاعكم وقفوا معاكم دونك اوتوماتيكمون كنتوا بيان اونكادغي، اسكو في لافان تاع هذا لا دوزيام اني نقولوا يكون عندكم ان ديبلوم ولا حاجه على لو ريستورون اللي درتوه ولا نو سي جوست جزء من القرايه تاعكم؟ هو هاد هذايا جزء من لا فورماسيون اللي درناها، هذا جزء من لا فورماسيون اللي درناها. دونك يكون تقييم عليه اللي على فان حيكون في لو غولفي نوت تاعنا فينال تاع لاني تاع دوزيام اني حيكون تقويم عليه سورتو لي زاسبي لاسبي ماناجيريال لاسبي اوبيراسيونيل. تري بيان تري بيان. حاب نرجع انا معكم للفكره اللي كانت عندكم انتوما هكا كشباب، كيفاش حتى اخترتوا بون سؤال ليكم الاثنين، كيفاش حتى اخترت باش تقرا يعني فندقة. تقرا الفندقه. الفندقه انا شغل ملي كنت صغير كنت باسيوني بهذا الدومين، كنت نحبه بزاف. بعدا كي جبت الباك تاعي ان شاء الله، كي جبت الحمد لله تاعي جبت الباك، تسمى شغل بابا ويما بروبوزي. شحال ديت معدل؟ ديتو ب 11 59 في كنت نقرا سيونتيفيك. داكو. كي ديت الباك تاعي تحصلت على الباك تاعي شغل ليما وبابا شافوني شغل ملي كنت صغير وانا باسيوني بهذا الدومين، هي بروبوزاو عليا هاد ليكو، قالوا لي كاينه ايكو سوبيريور في البلاصه الفلانيه في عين البنيان، هاي ليك لا كاليتي فورماسيون تاعها تمد عندها ليسونس اون جيستيون اوتيليا اي دو ريستوراسيون. انا شفتها حوست عليها درت دي ريشيرش عليها عرفت باللي ايكول ما شاء الله الله يبارك. رحت في لي بورت اوفيرت ثما شفت ليكول كيفاش جايه لانفراستركتور تاع ليكول، زدت حوست مليح على الكاليتي فورماسيون عجبتني بزاف ودرت الكونكور دادميسيون الحمد لله قبلوني فيه وراني ايتيديون دوكا. Pour ma part, c'est-à-dire que Mbili Sred, j'ai toujours été passionné par l'hôtellerie. Quand je trouve des documentaires, quand je trouve des vidéos, que ce soit sur Internet ou la télévision. Donc, quand j'ai eu le bac, même en tant que scientifique, quand j'ai eu le 12, j'ai décidé d'intégrer l'école. Même en fait le concours, j'ai été à l'école où je savais que c'était une école qui était une imkanie pour que j'ai fait. Très bien. كنت حابه نسقسيكم ثاني على اوفيت الاجواء تما لونتونت مع كامل ليكيب وكامل لي زيتيديون اللي يكونوا تما. اسكو كامل نقولوا بروميير اني دوزيام تروزيام اني كان 3 ans فوالا كان 3 فوالا دونك الكامل هذوما الاطوار اسكو يكونوا دون ان انتوراج كاع كيف كيف ولا شاك اني كيفاش؟ نو اون فيت حنايا نعطيكم ان اكزومبل باغ كونت لو ديرني جور تاع لو كونسيبت تاعنا On a eu un nombre record de réservations. On a 140 réservations où on a vraiment fait un stress vraiment de mettre de l'eau, je t'imagine. Déjà, on a les étudiants et les autres promos, que ce soit première année, troisième année, déjà, on a, que ce soit pour le travail en salle, que ce soit pour l'aspect managérial, que ce soit pour le collège. Ils nous ont aidés à vraiment tout gérer du début à la fin. Et d'ailleurs, je les remercie aussi pour leur aide. Parce que franchement, la dernière soirée, c'était la clôture, c'était le concept. Lucas m'a fait chaque avec son leur aide. Et je les remercie beaucoup pour ça. Très bien. Eh bien, très bien. Je veux savoir quelque chose de la fin des coulisses. Les chefs, les coubards, où ils font des dégâts. Oui. Vous savez quoi? Dégâts, ils font des dégâts. Pas forcément fait de l'événement. Vous pouvez dire que c'est un peu plus de dégâts. Un peu plus de dégâts. Vous savez حرقنا الروز خطره الروز كونتيتي كبيره تحرقت لنا تما شحال كان فيها؟ كان فيها 5 كيلو تاع الروز على واش راح تديروا بها كاع
نعم. واش رحتوا ديروا كاع ب 5 كيلو؟ كان نهار في الفلوجور اللي كان عندنا تاع ليفينمون ليفينمون تاع النهار الاخر كان عندنا ما كناش نسناو في هذاك لو نومبر تما انا ديجا هناك واحد كشيف اكزيكيوتيف كانت عندي لانفورماسيون تاع 60 بنادم برك من بعد بقاو غير يجوا لي ريزرفاسيون ما تقدرش تقول للناس ما رانا معبيش ما تقدرش تجي وكم كانت عندنا زعما لاسواغي الاخرى كامل ونهار الاخر تاع الكلوتوراسيون تاع الكونسيبت ريستوراسيون ما حبيناش نردوهم يا كنا مع ستراس الضغط هذاك العالي بزاف كاين نتحمل انا ريسبونسابيليتي تحرق لنا الروس تاع 4 كيلو تما حصلنا كيفاش نديرو بريباراسيون تاعو واعره باسكو نوجدو معاه من الفوم شي زعما روز عادي اه وي اه تما عاودنا درنا بريباراسيون واحده اخرى والحمد لله سلام ان شاء الله برك الشاف تاعنا ما تكونش حرقت تكون حرقت من الصوت في المقله اي دايره ايش على شوايه تما خويا ماشي مقله ماهيش طاوله التقديم وانت واش حرقت خويا انا بيرسونيلمون كنت في السيرفيس دونك اون فوا وين جو مي سوي ترومبي جي اوبليي اون طابل نسيتهم كامل نسيت اون طابل صح اون فوا تالمون كانت لا بريسيون علينا ونسيت اون طابل مزيان فكرتهم و داني مومون جي ريوسي اغاتخابي الكو الحمد لله كي تغاتخابي سي انا كنت صرا لي تاع دي فوا يجيبوا لي لونتخي دو فوا يجيبوا لي لونتخي دو فوا دو فوا وسيرتو في هذاك اللي عندهم الحساب تاع شحال زعما ابخي شاك 15 مينوت يحط لك حاجه سي سا عندهم هذاك الحساب سي سا وي اكزاكت انا 15 مينوت كنت كملت كليت لونتخي تاعي ومن بعد مور ال 15 مينوت الاخرى نستنى اني جيعان انا راني حاب ناكل جاب لي لونتخي لا لا خويا هي خير ما تستنى بلا والو فخر ما نستنى انا لونتخي 36000 وهي زعما لا ميم شوز ماشي زعما بنوع لي ولا حسيت روحي في مقبله كي شي عاود ردك للور والله غير معليش معليش كنت حابه قبل ما نختموا رياض نسقسي عبد الرحمن على لي غوسات ولا اسكو ديروا ثاني فورماسيون في الطياب في كو قلت مقبل انه كل واحد نشوفه بالك وين شاطر نعطوا له هذيك لاطاش يديرها اسكو تكون اون فورماسيون في الطياب وسو جور دو بلا ثاني باسكو كي نقولوا اوتيلري نقولوا ريستوراسيون ماشي حاجه تراديسيونيل ولا جينيرالمون تكون فريمون حاجه دو لوكس وي بيان سور دونك كيما هضر مقبل خليل في البروميير اني تاعنا راح يكونوا دي روتاسيون في لا كويزين تما في البروغرام دي جي تاعنا راح تكون فيها لا كويزين تما عندنا دي انستركتور تاعنا اللي راح يكونوا معنا يورونا كيفاش نطيبوا تما يعطوك ايدي جينيرال ماشي يكونوا يتعمقوا مليح مليح مي يعطوك هذيك ليدي جينيرال اللي تقدر تلونسا بها كيما العام اللي فات حنايا درنا كويزين الجيريان درنا كويزين غاسترونوميك درنا كويزين تاع لي سناك تما دينا ايدي جينيرال على كلش ونوجه تحيه كبيره للشيف الانستركتور تاعنا الشيف عز الدين بن علي اللي كان وقف معنا ثان ديورون كاع الكونسيبت هذايا ومسيو ميمان ثاني نوجه تحيه اهم شيء الكوردون بلو كان بنين انت يا دكتور ما عرضونا ما عرضونيش انا ما فهمتش نورمالمون الهام تقول روح معايا اكثر والو رياض انت يا كنت ديجا كنت عيانه ذاك النهار كيفاش فقتي لي قلت لي راني قريت البارح وراني نعسان وخلوني نروح الوغ قلت خلينا نروحوا بلا بلا اهم شيء اللي حاب نعرفه يعني عندكم لي كوتش تاعكم وعندكم الاساتذه تاعكم وعندكم كما يقول لك المنهجيه تاعكم تاع الدراسه ولكن كي تشعلوا سميرة تي في تستفادوا بيان سور سي لي روسيت بيان سور وشنو خلاص كملتوا قلتوا لي غير بيان سور سي بون ما قنعتونيش سميرة تي في راهي معروفة تسمى اللي حب زعما كاش غوسيت ولا يشعل ديريكتومون سميرة تي في يلقى لي زيميسيون تاع الطياب يلقى لي روبورتاج تاع الطياب تسمى يشوف لي غوسيت ان شاء الله يجي نهار وين نشوفوكم هكا انتم تام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحة وشكرا لكم نورتونا يعطيكم الصحة شكرا على الضيافة شكرا على الضيوف شكرا على الضيوف شكرا شكرا على الضيوف مول في هضره الفرنسي اللي قلت له دوكا ربي يخليكم اللهم امين شكرا في حمد دوكا نروح نشوف امل وراي واصله امل راك تشم الريحه شحال هي واعره الضوء تسون بون والله تسون تري بون روتي دوك انا كملت شوفوا انتم توجور تكملوا لي فينيسيون بيان سور فوا لي جوسكو بو تو لو تور ديروا من تحت تاني هنا ندير لا سيناتور تاعي من بعد ندير بالسيرن توجور نعاود نولي بالسيرن وندير دي بوتي ديسان هكذايا ميم سور لو فير لو سيرن تاني يجي لو سيرن سبيسيالمون بورسولين باسكو خدم بلا بورسولين دونك نطيبها لمده 150 درجه 35 دقيقه اي فوالا لو بلاتو تاعكم ايلي فيني هكذايا شكرا عفوا شكرا ميرسي جونت يعطيك الصحه نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه تاع غدو تلاقوا في الطابلة في الطابلة في طاولة التقديم يلا إلهام نهدو لهم نغمة يلا نهدو لهم نغمة موسيقية نيلية قالوا قالوا لنا في كونترول نيلية فوالا دونك نروحوا نهدو لكم هذه النغمة الموسيقية ونعاودوا تلاقوا جوست أبخي في طاولة التقديم
مشاهدينا الاطباق راهم واجدين. لا لا ديري واش قلت لك. لا لا انت قلبتها في الكواليس يا ناس ملي قاعد ويشطح في النايلي. في النايلي بيان سور لازم. يلا شيف سلمى ميرسي بوكو على الاطباق هذو. ما تعاودي برك تفكرينا واش درنا. درت اليوم رولي ملكي بلا صوص تاع شامبينيون وتوست بريستيج مقبله ودرت كيك الورده. كيك الورده خفيف ظريف. نتمنى تديري لي غوسات هذوما باسكو ساهلين وبنان واقتصاديين. شغل خفيف خفيفه بنينه وسهله ما مش شكل شابين شابين فوالا سي ليسونسييل حاجه خفيفه. واهم حاجه انه الطلبه اللي راهم يقراوا يقدروا يطيبوهم. دونك يعطيكم الصحه شكرا لكم. في الختام انا اقول لكم لكل طلبه ان شاء الله ان شاء الله هذا العام يكون عام نجاحكم. ان شاء الله تجيبوا الباك وتجيبوا اللي عندهم بي او ام يجيبوا البي او ام تاعهم واللي عندهم لي ليسونس كل واحد يعني ينجح في مجاله. الله ونا بزاف يرحمكم. نتلاقاو ان شاء الله غير غدوه ان شاء الله. ايه حقا ماشي غير غدوه ان شاء الله. هذا اللي زايد اخر. الله ونا بزاف يرحمكم.